بصوا بقى ركزوا معايا كويس في الاول يعني. شابتر 3 بيتكلم على حاجه اسمها ستيت استيميشن. ستيت تعمل اناليسيس للسيستم عليهم. قلت لك ان هم اول ما عارفين تعرف تحل الفلو.
حاله السيستم ستيبل ولا نون ستيبل وعلاقه الفيوز وهكذا. اذا في اقل نمبر من البارامترز اللي تقدر تحلل عليها السيستم. النقطه بقى مهمه جدا، اتفقنا ان احنا نشتغل على الديب ودلتا، على الديب ودلتا. فانت لو عندك ان نمبر من الباصص عدد بصمات ان، فانت عند كل بصمات محتاج دلتين، محتاج الدي وايه؟ والدلتا. يبقى انت عندك كام ستيت فاريبل المفروض تجيب لهم تو؟ اثنين واثنين. بس لازم تاخد بالك من نقطه مهمه جدا، ان في عندي عند البصمات اللي زي باص لابد في قيمه كده ثابته دايما اللي هي قيمه مين؟ الدلتا. قيمتها بكام؟ بالظبط. لو انت بتاخد بالك يبقى انت مش محتاج كل القيم اللي القيمه دي عند الباسبار الاستاد، لان انت عارف ان الدلتا عنده قيمتها كام؟ نسبه. المنظر اللي جبتها باور سيستم بقى وانت جاي تطلع قيمه، خلي بالك يعني انت عشان تجيب قيمه الباور فلو دي فانت بتعمل حاجتين. عشان تجيب قيمه الباور فلو انت بتعمل حاجتين. اول حاجه بتروح تجيب ترانسديوسرز. اجهزه قياس. اللي هي مين بقى اللي بيقيس لك الباور فلو؟ انت مثلا محتاج حاجه تقيس لك البوك، حاجه تقيس لك التيار، حاجه تقيس الباور، فانا محتاج شويه ترانسديوسرز. طب هل دول فيهم مشكله؟ اه طبعا. اجهزه القياس عموما بيبقى عندي مشكله فيها انها ممكن يبقى فيها شويه ايرور. المفروض ان خدتوا الكلام ده في القياسات زمان. في شويه ايرورز. الايرور دي لازم تاخدها في اعتبارك. دي اول نقطه. المشكله الثانيه اللي بتقابلنا واحنا بنعمل المونيتورنج ان القيمه بتاعت الدي دي انت مش بتاخدها في مكانها، يعني انا مش عايزها في مكانها احسب منها الحاجات، لا. ما انت بتاخد القيمه وبتنقلها الى الكنترول سنتر، الراجل ده اللي هناك ده هو اللي بيقعد يحسب وبيجيب لك الحسابات وبتطلع لك قيمه دي وكده. فاذا انا محتاج كوميونيكيشن شانلز، محتاج ان انا انقل القيمه دي من مكانها الى مكان مين؟ الكنترول سنتر او مكان الاوبريتور. وبالتالي بيبان لي هنا مشكله الانسرتينتي في الكوميونيكيشن، ان مش شرط الكوميونيكيشن يوصل زي ما هو. ما ممكن القيم دي عم توصل تكون ضاع منها حاجات كتير. وخلي بالك بما اننا دخلنا في موضوع الكوميونيكيشن وهنقل الداتا، يبقى انا محتاج الداتا اللي هي انا بجيب الاول احولها الى شباب اللي ديجيتال، وبعد كده بعمل فيها ايه؟ انقلها. عمليه التحويل من الانالوج الى الديجيتال ونقلها في نظام الكوميونيكيشن ممكن يسبب لي شويه لوست في المعلومات الموجوده. يبقى اذا دي مشكلتين بيقابلونا واحنا شغالين في عمليه المونيتورنج وانت بتطلع قيمه. وانت عشان تطلع قيمه هيقابلك ان مشكله الترانسديوسرز والايرورز بتاعتها، وهيقابلني مشكله كوميونيكيشن ان انت هتنقل القيمه دي من مكان للتاني عشان الراجل يعمل لها اناليسيس ويحسبها. طب المشكلتين دول لازم ناخدهم في اعتباراتنا. اخدهم في اعتباراتنا ازاي؟ خلي بالك بيقول لك هنا ان المفروض ان الستيت استيميشن خلاص يعني شويه كده هكلمك عن المشكلتين دول ازاي هنتدارجهم يعني. بيقول لك ان الستيت استيميشن محتاج ان هو يحدد النون بارامترز عن طريق وجود بارامترز معروفه. البارامترز المعروفه زي ايه؟ زي ما قلت لك من شويه، مثلا قيمه باور فلو في الخط هتقيسها باستخدام وات ميتر ولا اي حاجه. خلاص جهاز قياس باور فلو. او ممكن ساعتها ان انت تقيسها بالبي بالجهد والتيار وتضرب القيم في بعض وتجيب البي. على حسب ما انت عايز، المهم هتستخدم اجهزه قياس تجيب لي في الاخر قيمه البي اللي ماشيه في الخط بكام. وكل طبعا ما كبر عدد الميجرمنتس الموجوده كل ما ده كان دليل على انك هتطلع قيمه خلاص. يعني عشان نعمل استيميت القيم البي والدلتا، لو انت كان عندك ميجرمنت واحد بس يبقى القيمه بتاعتك ممكن ما تبقاش مظبوطه قوي. اثنين ممكن القيمه مش قوي، لو عندك ثلاثه واربعه وخمسه ميجرمنت هتعرف تطلع لي من السيستم كله، هتعرف تطلع الستيت فاريبلز الى حد ما كويس. لكن هيقابلك المشكله الثانيه ان كل ما بتزود في عدد اجهزه القياس كل ما بيرمز اللي بيحصل لها هتزيد. وبالتالي بقى بيبقى قدام الستيت استيميشن كبروجرام عموما ثلاثه شغل، ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه اللي يعمل ديتكت للماده دي ان ممكن هو بيقرا مثلا يقرا معلومه غلط او هو بيعمل انتهى معلومه غلط، فلازم يعمل ديتكشن للماده الموجوده دي او الانكوركت ده ويشيلها من الحسابات. يعني مثلا ميجرمنت جاب له غيار خطا ولا حاجه ما يدخلوش في الحسابات، لا يشيله من الدوت، يعمل ديتكت للماده دي. النقطه الثانيه اللي بيعملها مفروض الستيت استيميشن انه بيعمل ديتكشن لحاله، ديتكشن يعني بيكتشف حاله التوبولوجي بتاعت الشبكه. ليه؟ يعني مثلا لو حصل مشكله والخط ده جه فصل، اكيد الباور فلو من هنا ده اللي هيبعته قيمه يقول له ان عندك قيمه البي كام؟ بالظبط. فيعرف من هنا ان في خط حصل له ايه؟ اوتج. معنى خط حصل له اوتج معناها تغير في التوبولوجي، التوبولوجي بتاع الشبكه اتغير.
ليه؟ لان الباور اللي كان شايلها الخط ده ابتدت تروح لاماكن ثانيه وتمشي في طريق ثاني. خلاص؟ يبقى لازم يكون عارف هل حصل ديتكشن، يعني الديتكشن بيكتشف اي تشينج يحصل في التوبولوجي بتاع الشبكه. لو في مثلا مكان انت زودته في السيستم بتاعك زي مثلا المحطات الجديده والدنيا الموجوده دي، اكيد دخول محطه على شبكه موجوده اكيد بيغير التوبولوجي، صح؟ بيغير لك في مسارات الباور فلو. لازم كبروجرام ستيشن يكون عنده الفكره دي، يعرف اي تغير واي تشينج يحصل في التوبولوجي بتاع الشبكه. يبقى بيعمل ديتكشن للباد داتا، وبيعرف لو في تغير في اي توبولوجي بتاع الشبكه لازم يكون هو عارف بيها. النقطة الثانية أول مهمة جدا، إن هو يكون عنده جميع قراءات الديسك الدايس، بحيث إن لو في مكان فيه فولت مثلا، فيه فولت، أنا عندي المكان الخط ده فيه مشكلة، وبالتالي الباور فلو اللي فيه مش قادر إنه يروح، القيمة مش قادرة إنها توصل، ما وصلتش، ما تمش قراءتي. في الحالة دي لما دام أنا عندي فولت سيستم أو مسج داتا أو داتا راحت، هو يقدر من خلال معلومية بقية الديسك الدايس انه يعمل ديتكشن يجيب لي الكود عند المصدر ده. يبقى وظيفته بيعمل ثلاث مصادر. بيعمل ديتكشن للباد داتا، بيشيل الباد داتا ويعمل ريموفنج. رقم اثنين ان هو بيعمل ديتكشن لاي تشينج يحصل في التوبولوجي بتاعت الشبكه. رقم ثلاثه انه بيقدر يعمل استنين لجهد اي مكان حتى لو حصل ميسنج للداتا او فوق في المكان ده. ليه؟ لان بمعلوميه بقيه الداتا موجوده او معلوميه بقيه الميجرمنتس الموجوده بيعرف يعمل استيميشن للجهد في المكان. فدي يعتبر الوظيفه الثلاث وظائف اللي بيعملها دي الستيت استيميشن. احنا بقى هنشتغل هنا على حاجتين اتنين. في الشابتر ده هنعمل استيميشن لحاجتين. هنبتدي في الاول ان انا اعمل استيميشن لقيمه الجهود، وبعد كده هعمل استيميشن لقيمه الداتا. كل واحدة فيهم ليها طريقة مختلفة جدا. بس ركزوا بقى معايا عشان الحتة اللي جاية دي يعني ايه تقيلة شوية، فيها شوية معادلات باقي السنة. بس هي في الأول كده بتبقى فيها مشكلة في المعادلات. واحنا جايين نشتغل في موضوع الستيت استيميشن هنعمل شوية أسامبشن كده. الأسامبشن دي عبارة عن ايه؟ أول حاجة نفترض ان السيستم شغال في حاله الستيت ستيت وبالانس. ان السيستم شغال ستيت ستيت وبالانس، يعني انا مش عندي حالات ترانزيانت، انا مش عندي حالات انبالانس، لا السيستم بالانس 3 فيز سيستم ومفيش فيه اي مشكله وشغال في الستيت ستيت. النقطه الثانيه لازم اعرفها ان انا البارامترز اللي انا عايز اقيسها احنا هنقيس باور اكتف وراكت. هنقيس باور اكتف وراكت. وبالتالي انا محتاج يكون في عندي وات ميترز وفار ميترز، يعني حاجه تقيس البي وحاجه تقيس البيو. البي هتتقاس بالميجا وات والبيو بالميجا وات. وابقى واخد بالي كويس جدا ان الرينج بتاع الميترز دي معلومه. الرينج بتاع الميترز معلومه، يعني انا عارف ان جهاز الوات ميتر اللي عندي ده مثلا بيقيس من صفر ل 100. خلاص ده الرينج بتاعه معروف. او جهاز الفار ميتر ده بيقيس مثلا من صفر ل 200. يبقى لازم الرينج يكون معروف بالنسبه لك. لان هيدخل معانا في الحسابات، خلاص؟ دي نقطة. النقطة الثانية قلت لكم من شوية إن في عندي هيبقى مشكلتين نتيجة الترانسديوسرز الموجودة ونتيجة الكوميونيكيشن الموجودة. أول مشكلة المشكلة بتاعت الكوميونيكيشن. إن أنت هتلاقي إن الأنالوج سيجنال لازم تتحول لديجيتال، بعد كده تتنقل عشان تروح لمكان مين؟ الأوبريتورز اللي يقدر يعمل لها تحليل. وبالتالي هنا انا في عندي كونفرجن ايرورز، مش في خطا ممكن يتم نتيجه تحويل الداتا من انالوج الى ديجيتال. الخطا ده انا هديله اكيورسي، هديله نسبه دقه، يعني هيقل عن الدقه شويه، يعني الدقه بتاعته مش 100%، هيقل شويه 1 من 10% او 0.25%. يعني هيبقى في عندك مشكله تقريبا في المسج داتا، في داتا هتروح نتيجه الكونفرجن ده تقريبا 1 من 10% او 25%. الفرق الثاني اللي هنفترضه ان برضه خلي بالك اجهزه القياس او الترانسديوسرز اللي انت بتجيبها بيبقى فيها شويه ايرور. اي اجهزه قياس في ايرور زي ما خدتوا في القياسات مش عارف جروس ايرور وسيستماتيك واوبزرفيشن وحاجات زي كده. فالايرورز دي هتدخلها في اعتبارات. فالايرور ده شغال هيكون جزء من الفول سكيل. نسبه من الفول سكيل. هو مثلا بيقيس لحد ال 100 او بيقيس لحد ال 200 فهو نسبه منه. هناخدها مثلا ممكن تكون 1% او 2%. خلاص من الاكتوال داتا او من الترو داتا من الترو فاليو بتاعته.
يبقى اذا هنيجي نفرض اربع حاجات اللي قلت لكم عليهم دول. الفرض الاولاني ان السيستم بتاعي ستيدي ستيت وبالانسد. الفرض الثاني ان السيستم بتاعي لازم ابقى انا بقى عارف فيه كل الداتا الموجوده بالنسبه لك، لازم تبقى انت عارفها وعارف الرينج بتاع الميترز والبار ميترز الرينج فول سكيل بتاعه كام. الفرض الثالث ان انت هتفترض ان نسبه الدقه هتقل شويه نتيجه عمليه الكونفرشن من الالو كاربيشتر وتقل حوالي 1% او 4%. الفرض الرابع ان في عندك مشكله نتيجه الترانسديوسرز الموجوده والايرورز بتاعتها، والمشكله دي تقريبا 1 أو 2%. خلاص؟ طب انا بقى لو جيت فرضت ان انا عندي سيستم 3 فيز والسيستم ده انا عايز اقيس درجه الباور فيه، فهروح اجيب الاثنين اجهزه قياس. فبدل ممكن بدل ما اجيب وات ميتر وفار ميتر، انا ممكن اجيب جهاز قياس يقيس الجهد وجهاز قياس يقيس مين؟ التيار. واضرب الاستنتجس فولتج في الكرنت هيطلع في النهايه خالص قيمه الاس. الاس دي اللي هي ميجرمنت اس ام، معناها الميجرمنت ايه؟ فاليو للاس. عباره عن البي ام ار زائد جي كيو ام ار. ام يعني ميجرمنت. يبقى اذا انا لو رحت جبت اي 3 فيس سيستم وعلى اي خط جبت ترانسديوسر في الاول، جبت فولتج وكرنت ترانسديوسر يعني جبت بي دي وجبت سي دي وجبت الانستنتينيوس فاليو للقط والتيار، ربطتهم في بعض يطلع لي جبت ايه؟ الباور اللي هي بي ان والكيو ماشي. دي طبعا اجهزة القياس. بس بقى خلي بالك التقييم اللي بتحطيه لازم اضربها في فاكتور، الفاكتور ده بسميه الويتنج فاكتور. طب الويتنج فاكتور ده بيمثل لك ايه؟ ده بيمثل لك يا شباب نسبة الخطأ اللي ممكن تقابلك نتيجة إن أنت بتطلع البي والكيو. وقلت لك إن نسبة الخطأ دي ممكن تتضمن مين؟ تتضمن الخطأ الناتج نتيجة الترانسديوسر نتيجة جهاز القياس نفسه، أو الخطأ الموجود نتيجة عملية الكوميونيكيشن والكونفرشن ما بين الألب والديشن. فمين يحسب الويتنج فاكتور؟ كنسبة ما بينه وما بين مين؟ الأكيوريسي. فالويتنج فاكتور ده اللي هو سماه ال دبليو اي بيديله رمز، بيديله قيمه 50 في 10 اس سالب 6، والرقم ده هنشوف دلوقتي عباره عن ايه؟ مقسوم على سي 1 اس ام اي ماجنتيود كرقم يعني كقيمه زائد سي 2 في الفول سكيل ريدنج لكل تقريب. هنا بقى هيجيب لك شويه حاجات كده في الويتنج فاكتور ده. ايه بقى شويه الحاجات دي؟ اول حاجه هيبان لك ايه هي سي 1 وسي 2. السي 1 ده بيسموه الاكيورسي، ده بيسموه اكيورسي، وده نتيجه مين؟ نتيجه الدقه بتاعت الميجرمنت. طب هو الميجرمنت كان فيها مشكله؟ اه من شويه كنا قلنا ان في مشكله في الميجرمنت نتيجه الايرورز الموجوده فيه، وكانت بتصل حوالي 1% او 2%، فهنا عندها ايه؟ 1% او 2%. فالرقم ده بيديهولك ثابت في الامتحان، فاديهولك مثلا قيمته 1% او 2%. يبقى ده نتيجه الميجرمنت. يبقى السي 1 نتيجه ايه؟ الايرور بتاع الميجرمنت. والاس ام اي كماجنتيود انت بتكون عارف، هقول لك ان انا عندي سيستم اس قيمه الباور مثلا قيمتها بي 1 و4 زائد جي 2 و2. خلاص؟ فانت عارف قيمه البي وعارف قيمه الكيو، هتربع قيمه البي زائد قيمه الكيو تربيع تحت الجذر هتيجي الماجنتيود بتاع القيمه دي، يعني ده اللي هو ماجنتيود الاس ام اي. السي 2 ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الاكيوريس يا شباب بتاعت جهاز القياس اللي هو كنسبه من الفور ريدنج، او ده الاكيوريس بتاعت جهاز القياس او الترانسديوسر عمليه الالم اللي بتشتغل كونفرتر. القيمه بتاعته كام؟ طبعا قلنا من شويه اللي هي كنا قلنا ان هو ربع او 1/10%، فطبعا لما تجيب القيمه علامه 0025 او علامه 005. ده تقريبا هيديهولك برضه قيمته جاهزه وموجوده الاكيورسي 2 مليون. والاف اس دي بتمثل لك الفول سكيل ريدنج لانها كنسبه من الفول سكيل ريدنج، والسي 1 كنسبه من مين؟ من قيمه القراءه. يعني الايرور من القراءه او الايرور من الفول سكيل ريدنج. اما ال 50 في 10 سالب 6 ده نورمالايز سبسيكونت نيوميريكال كوانتيتيز، يعني هو عشان يظبط المعادلات دي عشان يظبط النسب دي هنروح ضارب فيه ايه؟ الرقم ده. المهم خلي بالك بقى ان كل عمليه قياس او كل ما تيجي تقرا قيمه، كل ما تيجي تقرا قيمه لازم هتجيب قدامها قيمه الويتنج فاكتور مختلفه. ليه؟
ليه؟ لان كل قيمه زي ما بقى الاكيورسي نسبه للقيمه دي والاكيورسي الثاني نسبه للفولس كيب دي. لما كنا بنروح جديد جهاز وقيمه جديد يقرا قيمه معينه له فولس كيب مختلف وله ايه؟ قراءه تطلعها. فالفولس كيب انضرب هنا في السي 2 والقراءه تضرب في السي 1. يبقى اذا كل عمليه قراءه او كل عمليه مشرح ليها ويتنج فاكتور لازم يكون. وبكده لو انت جبت عمليه قراءه المشرح ليها موجوده وضربتها في الويتنج فاكتور بتاعك يبقى كده تقريبا لفيت الايرورز الموجوده نتيجه عمليه المطرب اللي اتكلمنا عليها. اللي هي الايرور الخاصه بالترانسديوسرز والايرور الخاصه بعمليه الهاندل والديجيتال كونفرجن. طيب انت مطلوب من حضرتك ايه؟ مطلوب ان انت تجيب لي القيم النهائيه. بس عشان تجيب القيم النهائيه يا شباب لازم اجيبها من خلال حاجه اسمها برفورمانس اندكس. ايه هو البرفورمانس اندكس؟ بيدوله رمز شيء. فانا عايز اقلل اعمل مينيمايزيشن للشيء دي لاقل ما يمكن. خلاص؟ وكلمه اعمل مينيمايزيشن للبرفورمانس اندكس يعني احلل البرفورمانس اندكس يقل قوي. طب هو البرفورمانس اندكس ده بيمثل ايه؟ بيمثل الويندنج فاكتور القيمه اللي انت جبتها مضروبه في كده في الاس ام اي ناقص الاس سي. الاس ام اي ده القيمه اللي جايه من جهاز القياس والاس سي هي الكالكيوليتد فاليو. الكالكيوليتد فاليو يعني لما اديتك المساله دي قلت لك حلها طلع له قيمه الاس بكام فانت هتحلها وهتطلع له القيمه صح ومظبوطه. فلو جهاز القياس قدر انه يطلع له القيمه زي القيمه الكالكيوليتد يبقى الايرور هنا بكام يا شباب؟ بصفر. طب لو في فرق ما بينهم يبقى في ايرور. فانا عايز اقلل الايرور ده في اقل ما يمكن. طيب ده بيتم ازاي؟ شفتوا فاكرين السنه اللي فاتت لما كنت بتاخد يوم الراسل او جو السيدن؟ فاكرين الشكوك ده يعتبر مثال حلو جدا للشغل بتاعك. كنت بتعمل ايه؟ كنت بتحل المساله صح؟ وبتجيب له قيمه جو وبيقول لك الجو ده بيطلب كذا. فانت كنت بتحسب عمليه الكونفرجنس فاكرينه؟ فاكرين عمليه الكونفرجنس دي؟ يعني الفرق بين القيمه اللي انت طلعتها وما بين النورمال اللي انت عايز توصل له. وبعد كده تبدا تعمل الديليشن الثانيه والثالثه والرابعه لحد ما تقلل الفرق ده قوي لاقل ما يمكن. فده المطلوب ان احنا نعمله. احنا عايزين نقلل الفرق ما بين الاس ام اي والاس سي. الاس ام اي ده دي الميجر ديفاليو باستخدام الاس والاس. والاس سي دي الكالكوليتد فاليو اللي هي المحسوبه اللي انا هحسبها من خلال الحسابات. بس طبعا بجيب لهم حاجه اسمها ليست سكوير يعني طبعا لازم ايه تاخد تربيع خلاص والسبمشن ده طريقه رياضيه بيسموها الويند ديست سكوير. فاذا انا محتاج ان انا اقلل الفرق جدا ما بين القيمه الميجر وما بين القيمه الكالكوليتد. وفي الحاله دي يبقى انا قدرت ان انا احسن البرفورمانس بتاع الاستيميشن بتاعي. لان خلي بالك انت بتعمل فكره بتعمل استيميشن. انت بتعمل استيميشن يعني الاستيميشن دي انا بتوقع القيمه بكام. فممكن طبعا تطلع مناسبه جدا للقيمه للكالكوليتد او ممكن تطلع بعيده عن الكالكوليتد. طيب عشان بقى ابدا احل بقى اي مساله في الجزء ده خلي بالك انا هنا في النهايه خالص انا عايز احصل على قيم الجهود بس النهارده هجيب الجهد المره الجايه ان شاء الله لما هنشتغل على الدلتا على الفيز نانجل يعني. لو انت كان لو فرضت ان في عندك سيستم ده شغل السيستم الموجود في اثنين باصات. البصبار الاولاني اسمه اي والبصبار الاخير اسمه كي. الخط ده ركزوا معايا كويس جدا في الجزء ده يا شباب. الخط ده له زت اسمها زت اي كي. الزت بتاعته اسمها اي كي اللي هي الزت بتاع ده الخط العمالي. وله كمان شنط بارامترز او شنط ايليمنت. لان فاكرين انتوا عمليه اللود والميديا والترانسميشن سيستم واللود والحاجات دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها شنط ايليمنت. يعني لو انا قلت لك في الامتحان ان انا عندي سيستم، السيستم ده فيه خط والخط ده له شنط له واي. بسميها واي اي اي خلاص؟ وجبت هنا جهاز ميجرمنت اسمه اس ام اي وهنا جهاز اسمه اس ام اي. يعني معناها ان انا جيت في اول الخط حطيت جهاز مقياس اهو. ده خط اهو. فانا جيت في اول الخط حطيت جهاز مقياس اس ام اي وجيت في نهاية الخط حطيت اس ام جي. ده بصار ايه وده بصار معايا ان انت هنا الطيار اللي ماشي اللي هو الطيار اي ده هيقابله كام مسار يا شباب؟ مسارين. مسار في الشرط ومسار في السيريز عادي. يعني مسار هيمشي فيه الواي اي اي ومسار هيمشي في الزد اي اي. خلي بالك انا في امتحان مش شرط اجيب لك الواي دي، يعني ممكن اقول لك انها مش موجوده اصلا فانت تتمكن من الطيار كله خارج مره واحده في الخط مفيش فيه الوايات دي. وزي
صغيره بتلاقي مثلا المساله اللي ان شاء الله اللي موجوده عندك في الكتاب ما كانش فيها الواي باي 1. طيب لو انا حبيت بقى احسبها كالكوليشنز الحسابات هتحسبها ازاي؟ هجيب الاس ازاي في الحسابات؟ الاس عباره عن دي زائد جي كيو، واللي احنا خدنا ليها اثبات في سنه اولى ان هي دي في اي كونجي. ليه اي كونجي؟ فاكرين موضوع اي كونجي ده؟ لان انت كنت بتقول ان الباور عباره عن دي في اي في كوزاين فرق الزاويه بتاعت الجهد مع الزاويه دي يا شباب الطياره. زاوية الجهد يبقى بي وزاوية الاس اهو، او زيتا زيتا بي، وزاوية التيار اللي هو واي والزاوية بتاعته اللي هي مين؟ سي دي. بس عشان تجيب فرق الجهد ده يبقى لازم الاشارة دي تبقى بالسالب بتعمل لغاية ايه؟ كل جديد. المهم فإذا البي زائد جي كيو هي بتساوي اي اي كل جديد. بس خلي بالك الاي اي ده كان بينقسم الى كام تيار اللي هو الاي كل جديد ده؟ شايفين الاي دي؟ بتنقسم الى كام تيار؟ اثنين. التيار اللي ماشي من الاي للاي، والتيار اللي ماشي اي واي اللي هو رايح في الشنطه. فدي قسمتها هنا الى اي 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 زائد اي اي كي. الاي زي ما هي. التيار ده اللي هو اللي رايح فيه الاي ممكن اكتبه ان هو عباره عن الواي في الاي. صح؟ يبقى التيار الاولاني ده والتيار اللي هو ده عباره عن الجهد هنا اللي هو الاي اي دي جوه تحت الشنط مضروبه في الاي. والتيار الثاني، التيار الثاني اللي هو اي اي كي ده تمام، هو عباره عن ايه؟ هو التيار اللي ماشي من الاي اي للاي كي مضروب في الزد. يبقى التيار اللي ماشي من الاي اي للاي كي بس مضروب مقسوم على الزد او مضروب في الواي. فاصبحت دي شكل المعادله النهائيه ان الاس سي اي دي، الاس سي اي اللي هي الكالكيوليتد فولتج، اس سي اي اللي كانت تقول ايه؟ لما يجي يحسبها هي عباره عن الدي اي مضروبه في مين بقى؟ مضروبه في اي اي ناقص الاي اي كل جديد مقسومه على الزد اي اي كل جديد ناقص او زائد الواي اي اي كل جديد في الدي اي كل جديد. دي شكل المعدل النهائي بتاعت الكالكيوليتد فولتج. يبقى هو كده كده الكالكوليتد فولتج. هو عايز بقى يحسب ويجيب لي الجهود بكام. بس عشان اجيب الجهود بكام يا شباب دي اللي هيحسبها بالحسابات. فهيجي يختلط كده مره من المرات، يختلط في بدايه الحل خالص ان هو هيفرض ان القيمه اللي جابها بالحساب هي نفس القيمه اللي هيجيبها من جهاز القياس. هيفرض في الاول لانه لسه ما حلش حاجه، ويبدا يعمل بقى اتريشنز ومن اي وصل لاقل فرق. يبقى هيفترض في الاول خالص ان البيس كيس بتاعته الحاجه الاساسيه هي ايه؟ الكالكوليتد دي. فهيجي اهو هيجيب لي نفس المعادله بالظبط اللي اس سي اي هيجيبها اس ام ار. هي نفس المعادله، كان الكالكوليتد في الاول اصبحت هي نفسها دي الميجر. ليه؟ لان انا لسه اول اتريشن، انا لسه مش عارف اي حاجه. طب الاتريشن الثاني لا هو هيكون طبعا قيم الجهود، يعرف يعني استيميشن وقيم الجهود ثانيه في القيم اللي هيطلعها. زي ما هنشوف شويه. لكن هو ليه هنا لقى ان الفرق ان اللي بيسبب ان الباور تمشي، ايه اللي بيسبب ان الباور تمشي من مكان للتاني؟ هو وجود فرق في الجهد ما بين الاي اي والاي اي. وبالتالي هنا هيجي يجيب فرق الجهد ما بين الاي اي والاي اي من خلال المعادله دي. هيجيب الاي اي ناقص الاي اي دي كده بجنب لوحده، بيطلع له ايه بقى؟ يطلع له الزد مقسوم على الار على الاي في الاس ناقص الزد في اي في الواي اي اي في الاي اي. يجي بقى من راح عامل ايه؟ بعد ما جبت الاي اي والاي جي، الاي اي ناقص الاي جي اللي هو الميجر عباره عن ايه؟ شايفين انتوا الشكل ده؟ هيجي يجيب الاي اي على الزد اي جي ويسميها اتش. وبالتالي دي هسميها اتش ماينس 1. فالاتش ماينس 1 دي تعتبر ايه؟ تعتبر زد اي اي مقسومه على الاي اي. مضروبه في الاس ام اي ناقص الاي. والاي دي تعتبر ايه بقى؟ الاي دي عباره عن الزد اي اي في الواي اي اي في الاي اي. خلي بالك كل الحاجات دي بالنسبه لك ممكن تبقى معلومه، يعني اي دي معلومه
ان الزيت دي بتاعت الخط والكوخ بتاع بنات الغضاء والزيت بتاع الخط والواي اي اي بتاعت الشنط. يعني معنى كده لو انا جبت لك في الامتحان مساله بدون شنط يبقى جزء الواي ده او جزء الكي ده كله بكام؟ بصفر، مش موجود. ليه؟ لان المساله مش هتبقى فيها زيت بس. لو فيها زيت واي زيت واي حتتين تيجي ممكن بقى يكتبها لو هو عايز يكتبها على قطع من الاصفار فبيروح عاملها بشكل مصفوفه زي ما انتم شايفين كده. يبقى الاي اللي هي الجهد من اول الخط لاخره. لو عنده اكبر من خط بقى فالجهد من اول الخط لاخره من واحد لحد البي ومن البي لحد الان. يعني بيقول لك الخط الاولاني من اوله لنهايته والخط الثاني من اوله لنهايته. لو فرق الجهد ما بين بدايه الخط ونهايه الخط بيساوي ايه؟ بيساوي اتش ماينس 1. ساعتها بقى في الحاله دي هيعمل الاتش كانها مصفوفه وهيعمل الاس كانها مصفوفه ويعمل البي كانه مصفوفه. طيب ايه هي الاتش؟ الاتش هي زد على اي. الاتش ماينس 1 زد على اي. لو الاتش بس يبقى اي على زد. الجي هي زد في واي في اي. وقلت لكم برضه ان انا لو ما جبتش في المساله الواي يعني ما جبتش الشرط يبقى جزء الجي ده كله ايه؟ هيتفقع معاه. طيب تعالوا بقى هو الراجل عايز يعمل نورماليزيشن للسيستم ده، هو عايز يحط المعادلات دي في السيستم، خلاص هو كده عرف ان في الاخر خالص ان الاي هي اتش ماينس 1 في الاس ناقص الجي. الاي اتش ماينس 1 في الاس ناقص الجي. هيقول لك جاي يحسب الشيء. الشيء دي اللي هي النورماليزيشن. بس النورماليزيشن قلت لك في الاول اللي هو بيطرح الاس ام ناقص الاس سي. بس الاس ام ناقص الاس سي لما يجي يرفعها لما يكون عندك ماتريكس وليكن مثلا 2 و4 و3 عشان ترفع لا عشان ترفع الارقام دي واقول انها مجموعهم تربيع فباجي اعمل ايه؟ اقوم رايح اعمل واحده ترانسبوز الثاني 2 4 3 هل كده وحصلت الماتريكس دي؟ تبقى 2 في 2 يبقى 2 تربيع زائد 4 في 4 4 تربيع زائد 3 في 3 تربيع فتحقق له فكره السبمشن بتاع الفرق ما بينهم تربيع، صح؟ وبالتالي جه هنا عمل كده. جه في الاول قام راح فك السبمشن بالتربيع وفكه لايه؟ الاس ام ناقص الاس سي ترانسبوز في الدبليو بعد كده الاس ام ناقص الاس سي حصل ضرب الاثنين في بعض، شايفين انا عملتها دلوقتي. ان يبقى في واحده ترانسبوز الثانيه فتجيب له فكره السبمشن بالتربيع. خلاص؟ ده الشكل الثاني. هو خلاص جاب علاقه وعرف ان الـ E M عبارة عن H ماينس 1 في الـ S M R ناقص الـ K. جاب علاقة دي. عايز اجيب علاقة الـ S C. شايفين علاقة الـ S C احنا لسه كنا كاتبينها من شوية. دي علاقة الـ S C. وأقوم رايح جاي برضه في الـ S C معوض على الـ H ومعوض على الـ K وعمل العلاقة بشكل متناهي. هقولها لكم ازاي بتبقى عمل دي عشان تبقى انتوا ايه عارفينها برضه. شايفين علاقة الـ S C الموجودة دي؟ دي العلاقة صح؟ اضرب كده دي أي فيها اضرب كده دي أي يبقى S C I بتساوي إيه؟ بتساوي إي أي في إي أي كونجليت على زد أي إي كونجليت ناقص إي أي في إي إي على زد أي إي زائد إي أي في الواي أي أي في إي أي كونجليت. هو هنا عمل إيه بقى؟ جه قال لك ان الاي على الزد دي كده عباره عن اتش والاي على الزد عباره عن اتش فاصبح الاتش مضروبه في اي والاتش مضروبه في اي جي صح؟ والاي اي ناقص الاي جي دول يجيبوا له حاجه اسمها الاي كالكيوليتر اللي هو بيحسب منها الحساب الجدول دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاي اي ناقص الاي جي لما تكون محسوبه كالكيوليتر مضروبه في الاتش زائد ايه بقى؟ زائد الجزء الاخير ده اللي هو اتش في لو انت جيت ضربت الاتش في الكي الاتش دي عباره عن الاي اي على الزد في الكي اللي هي واي واي اي في الزد في الاي اي يطلع لك الكي اللي هي اتش في خلاص؟ عرفت دي كده بقى ايه؟ يبقى الاس سي اي ده معناها اتش في كي زائد اتش في كي اتش في كي زائد اتش في كي بالنسبه بالظبط الكالكيوليتر عامل زي ايه؟ الميجر اتش في اي زائد اتش في اي بس اللي فوق الاي تحت الكالكيوليتر واللي تحت الاي بتاعت مين؟ الميجر. واقوم رايح جاي حاططهم في معادله الايه؟ الجي. لما يجي احطهم في معادله الجي
هيجي يعمل يحط كل المعادله ال اس اف كلها اللي هي اتش ام اتش بي تي زائد اتش بي تي ناقص اس سي اتش بي تي ناقص اتش بي تي ترانسبوز في الدبليو ويعادلها تاني نفس الكلام. طلعت له المعادله دي، شايفين المعادله دي؟ طبعا اخذ الاتش بره وهنا اخذ الاتش بره. لو في النص حاجه اسمها اتش ترانسبوز اتش اتش ديت اللي هي الاتش الاولانيه كونجيجيت في الدبليو وفي الاتش، ودي هيديها رمز دي. خلي بالك يبقى دي عباره عن اتش كونجيجيت في الدبليو وفي الاتش. الدبليو دي عباره عن ايه؟ الويت فاكتور. والاتش دي عباره عن ايه؟ اللي هي اتش دي. والاتش ترانسبوز الكونجيجيت بتاعتها يبقى دي الكونجيجيت بتاعتها. تمام؟ دي كده ايه؟ الجزء الاولاني. خلاص؟ تعالوا بقى نشوف هو هيجي يعمل ايه؟ يعتبر ان الاي سي او الاي كالكيوليت دي اللي هي ما بين البدايه وما بين النهايه بتعتمد على حاجتين. بتعتمد على النقطه عند الباسبار والجزء الريفرنس، الباسبار الريفرنس. ليه؟ لان هو مثلا لو عنده سيستم بالشكل ده بالباسوارات ببي والباسوار الصغير اللي هو ايه؟ بالبي اسمه.
بعد كده هنحط مين هنا بقى شيفت. شيفت بقى في المعادله بتاعت الشيفت الاولانيه هي كانت هنا اي اف ناقص دي سي واي اف ناقص دي سي. شيفت الدي سي وحطيت الاي البي في بي ناقص البي في بي عشان توصل بي الجي بي لاقل ما يمكن البرفورمانس اندكس لاقل ما يمكن بتقوم راح تعمل له تفاضل بالنسبه لكل الوزارات وتسويه بالصفر عشان تشوف الكونديشن ايه. فلما جيت عملت تفاضل وسويته بالصفر اهو التفاضل اللي ده سويته بالصفر مش مشتري بقى موضوع التفاضل ده هيطلع لي في الاخر ده كونديشن. طب انا عايز ايه بقى الكونديشن ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الكونديشن البي عند الوفار كي زائد واحد الايتريشن كي زائد واحد. لو انت بتتكلم على اول ايتريشن يبقى هيبقى اي بص وهنا واحد عباره عن ايه؟ البي ترانسبوز. البي ترانسبوز ديت اللي هي البي مصروف في البي عرفنا ازاي كده كنا عملناها ترانسبوز مضروبه في الدي. الدي دي عباره عن ايه؟ عباره عن اتش ودبليو في اتش مضروبه في البي تاني مش ترانسبوز بقى عادي الكل ماينس 1 مضروبه في البي ترانسبوز دي البي ترانسبوز تعملها ترانسبوز مضروبه في الدي اللي هي دي مضروبه في الدي اف ناقص الدي اف الاي اف دي اللي هي كان يوصل فيها يعني الاي اف بس في البدايه خالص لما بيكون ما عنديش حاجه فبيديها لك ريفرنس تاخدها زي الكالكوليتر زي اللي بيديها لك الحسابات فهو بيع في الاول ونشوف فيها المفروض لو طلعها كام لا تعملها استيميشن كده فده معناه ايه؟ معناه في الاول ان هو بيديلك كلمه الاي ام دي وانت بتعمل استيميشن لمده الباسوار بكام وتشوف الفرق ما بينهم هل الفرق ما بينهم بقى مناسب ولا لسه الفرق بعيد؟ لو الفرق بعيد بتاخد القيم اللي طلعت وتعوض فيها هنا وتجيب تاني وهكذا بتعمل كذا استيميشن لحد ما تقلل الكونفرجن زي ما قلنا خالص الى اقل ما يمكن. دي عمليه الاستيميشن وقيمه الجهد. دي معادله الاستيميشن وقيمه الجهد. طب هو عشان نعمل الاستيميشن للجهد ده يعني ايه؟ انت محتاج تطلع المعادلات دي، محتاج تطلع الصف ده. يطلع ازاي؟ انك هتروح تجيب لي اول حاجه مصفوفه اسمها بي. ومصفوفه البي عندك اللي هي بتاعت الانسيدنس ازاي كده؟ وتعملها مره ترانسبوز وتسيبها مره زي ما هي. وتجيب الدي اللي هي اتش دبليو اتش يبقى كل كلاس كلاس موجود عندك تجيب له الدبليو. وعندك الاتش اللي هي علاقه ما بين الدي والزد تضربها مرتين اتش دبليو اتش. وبعد كده اصبح عندك البي والدي والبي والدي ناقص الدي. الدي اول مره بديها لك المساله والريفرنس باسورد بيدي لك دبليو برضه. وتعوض في المعادله دي وتجيب البي بعد الاتريشن الاولاني تشتغل الاتريشن الثاني والثالث والرابع في الحكي بقى حلو قوي. كام اتريشن؟ كام واحد. مش هنزود على كده. خلاص؟ يبقى هنا الفكره بيعرفك ازاي بتحل المساله هتتكلم عنها المساله ان شاء الله المره الجايه. خلاص؟ يبقى احنا كل اللي احنا هنعمله مش عايزك تعرف الاثبات، يعني الاثبات ده مش عايزك تحط ايه توقع خالص، مش عايزين حد فيه. بس اهم حاجه تكون عارف المعادله النهائيه بتاعت الشخص ان البرفورمانس اندكس يوصل اقل ما يمكن دي معادله استمراريه ومعادله تكرارية ومعادله الاستيميشن بتاعت الجيوب عشان اعمل استيميشن كامل.